صفة حلوة، صانع أحذية طبية بتاعت المعوقين، اشتغلت فيها من سنة 70، كنت طفل صغير عندي 9 سنين، كنت بروح الشغل مع والدي وأنا صغير، كملت أنا المسيرة الدامية، اشتغلت في الشغلانة دي، هي شغلانة كويسة لأن بخدم بيها المعوقين، يعني بيجيني واحد حالات تشويه حروق وقرحة في القدم، بعمل له جزمة يعني بحس ان انا بساعده بيها، بيمشي قدام مني كويس، ببقى مبسوط ان هو ماشي ومرتاح ومبسوط بيه. بيجيني ناس ثانية اللي هي اجهزة البتر اللي هي قدم السكري، من القدم السكري، فبيبتروا له نص المشط بتاع رجليه، ففي الحالة دي باخد له مقاس جبس لرجليه، وبعد كده بصب جبس مكان الجبسونة بتاعته، بشكل الرجل بتاعته تبقى قدام مني، فلما بيلبس الشوز دول بيحس ان هو ما فيش حاجة يعني معاقة في رجله، فبيلبس جزمة عادية ويمشي، بمشي طبيعي جدا. اسمي أم خالد، زوجة الحاج مصطفى، شغالة بقالي دلوقتي داخلة على 8 سنين معي. الشغلانة دي يعني بتسعد ناس كتير قوي، يعني مش مهم ان انت تبقي سعيدة لكن تسعدي اللي قدامك، ليه؟ انت بتخليه ماشي فرحان ان ربنا كرمه ومشاه. عندنا تشويهات كتير قوي، بتيجي حالات تشويهات كتير قوي، حتى بيبهات صغيرة مولودة ما عرفوش يمشوا، فبنعمل لهم حاجات تخليهم يمشوا وهم فرحانين، بنعمل له جهاز كامل مع الحذاء ده، بيبقى أهله ماشيين يعني فرحة الدنيا كلها، إن الولد اللي قدامهم ده كانوا فاقدين الأمل فيه، فربنا جعلنا سبب ليه. أتمنى إن ربنا يكرمنا في أولادنا وما يحرجناش لحد، بس في ستر الصحة بتاع ربنا.